قبل إغلاقه لكافة حساباته، وثق ناشطون بعض صور وتعليقات أحد مجرمي مذبحة الإعدامات الجماعية في حي التضامن جنوب دمشق. وكانت الكارثة ما بين ارتكابه مجازر قتل وذبح ل288 مدنياً أعزل، وهذا للموثق بالفيديوهات فقط، ثم بخروجه في صور كعازف على العود أو عند مقامات علوية للتعبير عن حجم السلام الداخلي والصفاء الروحي وكأن شيئاً لم يحدث، أو ربما لاعتقاده كما في قرى الساحل وسهل الغاب أن قتل وإعدام المدنيين العزل من أبناء الأكثرية السورية عمل يستوجب الثناء والسمو والتكريم. تحية للمعلم، أحلى تحية للمعلم. المفارقة، وبعد انتشار مقاطع المذبحة وما احتوته من مشاهد استمتاع وتنكيت بقتل عشرات المدنيين المكبلين، بدأ أن حجم الجريمة والخلل تجاوز العناصر المنفذة وضباط وعناصر ميليشيا أسد والفرع 227 من أبناء الأقلية الطائفية، إلى تلك التعليقات للموالين في قرى الساحل وسهل الغاب لتبرير المذبحة والدفاع عن مرتكبيها بشكل غبي وساذج وعلى مبدأ طائفي واضح يؤكد البنية المرضية الخطيرة لتلك الأقلية وجرائمها الموثقة بقتل ما يزيد عن 2 مليون سوري، عدا عن مقطع الإعدامات الأخير. حجم الجريمة والانحطاط وصل بالموالين لاستنكار تصوير هكذا إعدامات، فالأفضل ارتكاب المذابح والمجازر دون تصوير أو توثيق حتى لا تكشف مذابحهم. ورغم محاولة هذا النوع الحديث عن كاميرات خارجية أثناء ارتكاب المذبحة، تناسى هؤلاء المتخلفون المتحاذقون أن تلك اللحظات هي نتاج متعة عند القاتل لإشباع مكنوناته الإجرامية تدفعه لتصوير جريمته والذهاب لأكثر من التصوير إلى تخزينها والاحتفاظ بها، لأنه مقتنع بمرضه وفق تربية وعقيدة مختلة تؤكد له أنه قام بعمل أخلاقي وواجب طائفي. نوع ثان للموالين تعجب لانتشار فيديو الإعدامات وقال إنه لا يختلف عن ضرب حي في حلب بصاروخ أو برميل متفجر، ونوع ثالث لم يكترث بقتل 41 مدنياً أو إعدام وذبح 288 أعزل في ذات المنطقة، أو حتى قتل مئات آلاف السوريين بالرصاص أو آلاف آخرين بالقصف والبراميل والكيماوي والسكاكين، وذهب لذات فكرة السلام الداخلي والصفاء الروحي عبر مقارنات وهمية خاطئة كقتل ميليشيا أسد في معسكر القرميد أو قتل الميليشيا والمخابرات في جسر الشغور، رغم أن هذا النوع كان في جو معركة وبين جهتين مسلحتين. أما المميز لتأكيد العمل الأخلاقي والواجب الطائفي فبقصة شق بطون الحوامل وتعليق الأطفال على الأشجار في ريف اللاذقية، وعند سؤال هؤلاء عن أسماء وتوثيقات أو مجرد صورة إثبات واحدة تنخرس ألسنتهم، بل ويأتي بعضهم لحجم إجرامه وقذارته بصور أطفال بانياس والحولة والغوطة الشرقية الذين قضوا ذبحا بالسواطير أو براميل وكيماوي ميليشيا أسد، ظنا منهم طبعا أننا نسينا وجوه ضحايانا أو وجوه القتلة التي ستدرس وتلقن لأجيال وأجيال حتى يعرف السوريون حقد أعدائهم والمذابح التي ارتكبتها الأقلية الطائفية إلى يوم الدين.